هذه الأحداث، خصوصا يعني الـ يعني الـ الـ يعني هناك يعني القتلى، عدد القتلى الآن فاق تقريبا أكثر من 79 قتيل في أحداث مؤسفة جدا جدا ودامية، يعني ولا تشبه السودانيين في سماحتهم، ولا تشبههم في طباعهم، ولا تشبههم في يعني أشياء كثيرة جدا جدا. فيعني الحدث مؤسف جدا جدا، ويعني نأمل أنه يعني ينتهي في هذه المرحلة. نعم دكتور، يعني تحدثت عن عدد القتلى، ولكن نحن نرى عدد القتلى يعني يتزايد بصورة كبيرة وبصورة مستمرة. ماذا يعني عن هذا التزايد واستمرار الدماء بهذا الإقليم؟ هل تتوقع يعني أن يحدث انفلات أم لأكثر من ذلك إذا تم تتابع وتسلسل لهذه الأحداث عبر ولاية النيل الأزرق وعدد من الولايات السودانية التي نراها حاليا بخروج تظاهرات كبيرة دعما للتعايش السلمي في هذا الإقليم؟ والله المسألة معقدة حقيقة، ويعني والانفلات الأمني يمكن حدوثه حقيقة، لأن الحكومة الآن في وضع ضعيف جدا جدا، والحكومة يعني إذا كان هناك حكومة حقيقة أنها مواجهة بتحدي كبير جدا جدا، لأن هذه الفتن زرعت يعني بمرور الزمن وفترة طويلة، وكانت الفتن كانت نائمة، ولكن يعني أيقظوها بعض الساسة، يعني الساس الجدد خصوصا الميليشيات، فيعني ازدادت الحساسية بين بعض القبائل والذين تعايشوا فترات طويلة جدا جدا وسنوات طويلة جدا جدا وعقود في سلام وأمان، ولكن